الشيخ عبد الرزاق حمد الله رئيس الجامعة يوضح: كشف رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي القجع معطيات مهمة عن ملف هداف اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله، ولم يحسم القجع في خرجته الإعلامية الأخيرة عن موعد عودة حمد الله للمنتخب الوطني قائلا: بدأنا بنصير مزراوي، والآن ملف حكيم زياش وعبد الرزاق حمد الله سيأتي دوره عما قريب. وأعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تواجد 40 لاعب في اللائحة الأولية لمباراتي الكونغو الديمقراطية المقررتين على التوالي ما بين 25 و 29 من الشهر الجاري. ولم يفصح رئيس الجامعة عما إذا كان حمد الله متواجدا في القائمة الأولية مكتفيا بالقول: زياش ومزراوي والزلزولي وجهت لهم الدعوة للتواجد في مباراة الدور الفاصل